رحنا في صيف، صيف يعني مصيف، مصيف يعني مكرونة وبانيه، يعني مقليات كتير. بقى المقليات في الصيف بتضر الأطفال ولا عادي؟ هو طبعا يمكن كمان احنا دلوقتي كمان في فترة امتحانات، يمكن الصيف او الشتاء، اعتقد الحاجات المقلية يعني مش اصح حاجة. يعني محتاجين كمان وجبات خفيفة، يعني نبعد عن البانيه، او لو خلاص ما فيش اي مفر من البانيه فاحنا ممكن في حاجة اختراع جديد اسمه الاير فراير، نحط فيه نقطة زيت واحدة هيعمل لنا البانيه، هيعمل لنا البطاطس، هيعمل لنا كل الحاجات دي كلها. ده الاير فراير؟ في الاير فراير، وهيدينا نفس الكواليتي وحاجة صحية جميلة جدا ممكن الأمهات تعتمد عليها، بدل يعني بيدينا البطاطس بنفس الـ صحيح. يعني الـ القيمة الغذائية بتاعتها بنفس بحقيقة. الفايدة بتاعتها. بحقيقة. في طبق احنا المفروض نعمله صباحا، هو زبادي عليه شوفان، هذا الشوفان طبعا بيحافظ على مستوى السكر، ممكن عليه توت او عنب ما فيش اي مشكلة، ومعلقة عسل نحل. الطبق ده ممكن ان احنا نعتمد عليه، قيمة غذائية عالية جدا، هيدي باور للطفل او لينا حتى احنا كأشخاص، وهيريح الجهاز الهضمي كمان.